أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين صباح اليوم متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات الجمعة الثانية من مسيرات العودة، وذلك على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وبوفاة الفلسطينيين يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء مسيرات العودة في قطاع غزة في 30 من مارس الماضي إلى 40 شهيد وإصابة أكثر من 4000 آخرين، بينهم حالة حرجة.